امبارح كان في الحقيقة اجتماع مهم ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل. الاجتماع ده كان في حواء بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية انه الرئيس اطلع في الاجتماع ده على التطورات لانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، من بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، بيمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص. توجيهات طبعا مهمة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز القوانين دي مع التنسيق الكامل مع كل الأطراف والجهات ذات الصلة وإجراء حوار مجتمعي معمق لاستيعاب كل الشواغل والآراء المهمة في الشأن ده. معايا في الفقرة دي الحقيقة منورني في الاستوديو الأستاذ أيمن محفوظ المحامي بالنقد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. والأستاذة مها أبو بكر المحامية المتخصصة في شؤون الأسرة منورانا. أهلا بحضرتك. هبدأ بالأستاذة مها بما أنه دايما بنبدأ بالسيدات. أولا رأيك إيه أو تابعتي إزاي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصياغة مشروعات المتعلقة بالأسرة؟ الحقيقة أنه طبعا توجيهات سيادة الرئيس يعني تحية لي أنه اتكلم في الموضوع المتعلق بالحوار المجتمعي، لأن احنا كان عندنا أزمة كبيرة جدا فيما يتعلق بصياغة أو تشكيل اللجنة المسؤولة عن القانون. ليه؟ لأنه تشكيل اللجنة المسؤولة عن القانون كلها من سادة القضاء، يعني مفيش فيها أي حد تاني له علاقة بهذا الشأن. سيادة القاضي يحكم في الأوراق التي بين يديه، بينما اللي بيوصل له الأوراق دي المحامي، هو اللي بيتعامل مع الخبراء وبيتعامل مع المواطنين وأيضا بيتعامل مع الشرطة وجهات التنفيذ وجهات جمع الاستدلالات وغيره. فإذا عايزين نطلع بقانون حقيقي كان لابد من تخطي يعني هذه النقطة، وأنه يكون في كافة الجهات أو كافة الأطراف المعنية بهذا الأمر أن يكونوا موجودين في هذه اللجان. فالحقيقة احنا تخطينا ده بالتوجه للحوار المجتمعي. طيب بالزبط. نقطة مهمة جدا أستاذ أيمن، احنا محتاجين إيه أصلا في قانون الأحوال الشخصية؟ ماذا ينقصنا؟ والله ينقصنا الكثير والكثير والكثير، لأن حضرتك بتلاقي مجموعات على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي منكوب قانون الأسرة، تمرد على قانون الأسرة. إذن في عوار شديد جدا سواء في قانون الأسرة لإخواتنا الأقباط أو إخواتنا أو إحنا كمسلمين يعني. لكن الحمد لله توحدت، نتكلم برضو على إخواتنا الأقباط، ان هم توحدت الطوائف الكنسيه كلها على قانون واحد مفصل، هيكون قانون تاريخي هتشهد له الدنيا كلها ان في مصر هيكون في قانون هيشيل كل المشاكل وكل السرقات وكل الالام. وانا بحيي كل الطوائف المسيحيه اللي اجتمعت وسمعت كلام المسيح لما بيقول لهم تعالوا الي ايها المتعبين وثقيل الاحمال لاريحكم. فعشان كده اتجهوا إلى كلام السيد المسيح واتحدوا في إصدار قانون تاريخي مفصل لأول مرة هيكون في مصر، هيحجب كتير أو مشاكل كتير. أول مشكلة أنا بحاول أن أنا يعني أطرحها أن أولاد الأفاعي الذين حولوا بحراب الرب لسوق كما قال السيد المسيح، اللي كانوا بيتجروا بالشهادات تغيير الملة والطائفة، عشان أنتوا عارفين طبعا أن كان عشان نخرج من أزمة الطلاق المسيحي كنا بناخد شهادات تغيير ملة وتغيير طائفة، ودي شهادات بتكون مزورة في أغلب الأحوال وبتتاخد بطريقة فيها بعض من التحايل وفيها مافيا كبيرة جدا، وأنا نعدتهم بأولاد الأفاعي. كل ده غير قانوني وغير غير يعني قانوني، وكان المحكمة وكان المحكمة بتوجه كمان تهم التزوير ليهم لأن دي هيتشال خلاص. القانون الجديد المفصل هيكون هيحكم بشريعة كل طائفة وقت عقد الزواج، وهنضم هيبقى فيه حاجتين مهمين جدا وهو الزنا الحكمي والزنا الفعلي. كان طبعا في القانون اللي فات ولائحه 38 كانت الزنا طبعا صعب اثباته بكل الطرق، حتى كمان الزنا الحكمي برضه كان بيبقى صعب اثباته. النهارده في بقى طريق تاني ان احنا نتوسع في اثبات هذا الزنا سواء كان فعلي او حكمي، زائد ان في مبطلات للزواج المسيحي زي مثلا وجود غش من احد الازواج او وجود مرض وخلافه، فهيفتح باب كبير قوي حتى يتم السماح بالطلاق وايضا بالزواج مره تانية.
طبعا 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 بناخد راي الاستاذه مها برضو. طيب ده الجزء المتعلق باخواتنا المسيحيين والاقباط، ايه كمان في قانون الاحوال الشخصيه؟ لانه عايزين نوسع المنظور. القانون ده الهدف منه هو مراعاه التماسك داخل الاسره المصريه بما ينعكس على المجتمع كله، ايه كمان في قانون الاحوال الشخصيه احنا محتاجينه؟ طيب خلينا نتكلم بشكل عام زي ما حضرتك قلت يا استاذه هبه، ان احنا عندنا ازمه كبيره جدا، يعني زي ما بنقول كده غلسه في لحمنا، لان قانون الاحوال الشخصيه ده يهم كل مواطن مصري في الحقيقه، هو ملوش علاقه بفئه ولا بطائفه ولا بحاله يعني واحده في المجتمع، بينما هو له علاقه بكل البيوت المصريه، وانه بالفعل الهدف منه هو فكره اعاده التماسك المجتمعي، او ان احنا نحط ايدينا على المشاكل اللي بتوصل ان احنا نقعد 10 سنين في المحاكم. فالحقيقه من اهم التفاصيل لازم نتكلم فيها قبل ما يتعمل اصلا عقد الزواج، لابد ان يكون عقد الزواج مشروط. مشروط بمعنى ان يكون في شروط، والله احنا متفقين على 1 و2 و3، ومن ضمن هذا الاتفاق عند الخلاف هنعمل ايه. يعني لو اختلفنا او خلاص ناويين ننفصل، ايه ممكن يكون الشروط اللي تتحط في عقد الزواج؟ الحاجه التانية ان لابد ان يكون في الكشف النفسي، ده هام جدا في حاجات ما بتبانش قبل الجواز، حتى فكره الاضرار او المشاكل النفسيه الناس بتتفاجئ بيها بعد الجواز. صح، ما عشان كده احنا محتاجين الكشف النفسي، انه في النهايه الطبيب النفسي هو اللي هيستطيع يقول لنا هذا الشخص سوي ام لا. وبالمناسبه انه هذا الكشف مش معناه انه احنا هنفرض على الطرفين لا ما تتجوزوش ده مجنون، اصل هم حرين بقى. بالظبط، هي فكره التبصير، ان احنا من حقنا او من حق الطرفين ان احنا نبصرهم بهذا الامر. الحاجه الثالثه انه كمان زي ما بيكون في طلاق الجواز لازم الطرفين يكونوا موجودين، كمان في الطلاق لازم الطرفين يكونوا موجودين، ولازم يعقب ذلك ايضا عقد اتفاق بين الطرفين، خاصه لو في اطفال، ان ايه الاثار المترتبه على هذا الامر، مش ان هو يرمي اليمين وهي تقعد تلف حوالين نفسها. عشان الشريعه الاسلاميه بتعطي للزوج المسلم ان هو يطلق بالاراده المنفرده، انت حضرتك بتغولي على الشارع كده بقى حضرتك. بالاراده احنا بنقول يوثق هذه الاراده، هو ده اللي انا بتكلم عشان هي تعرف. طيب تقصد يعني ما تبقاش هي مفعول بيه، راي حضرتك التنسيق ما انا من اشد المؤيدين للتنسيق. طيب خلاص، ما هو ده اللي انا بقوله يا ريس، الزوجه نلغي الاراده المنفرده. انا ما قلتش نلغي، انا بقول في حضور الطرفين. طب ازاي انا ما عايز اتطلق؟ انا عايز اتطلق كويس يا استاذ ايمن. طب هسال حضرتك سؤال، اليس من حق الزوجه في النقطه دي بس، هل مش من حق الزوجه انه تعرف في حاله رغبه زوجها في الطلاق؟ ده حق طبعا مشروع، وبنلاقي مشاكل كتيره جدا. ممكن يكون الراجل قعد 15 سنة مع مراته، بعد ما يموت تكتشف ان هو مطلقها، ودي شفنا حوادث كتيرة وقضايا كتيرة زي دي. فطبعا احنا مع توثيق الطلاق واعلان الزوجة، وكمان توقيع عقوبة على الزوج ولو كانت بالحبس كمان. المختلف مع أستاذة مها في ايه؟ لا انا انا فهمت ان هي بتقول ان الزوج لا يمكن ان هو يطلق بالارض المنفردة، لازم يجيب الزوجة. طب فريدي مش راضية تيجي، نعمل ايه؟ وانا عايز اطلقها والشارع بيديني هذا الحكم. انا رديت على فكره السؤال ده من شويه. طيب ماشي، يعلنها يعمل إيه؟ اعلان قانوني بالظبط، اعلان قانوني يتاكد منه القاضي طبعا شخصياً. ولو اللي قدامه ما تعلنتش ياخد حكم مقيد الحريه بالحبس او غرامه كبيره. مش بس يا استاذ ايمن ده اللي انا بتكلم عليه، انا بتكلم انه هو جاي يطلق عنده عيال، هيعمل ايه مع العيال دول؟ لازم يعمل اتفاقيه حضانة بعد كلمة على الحضانة. لا الحضانة والنفقة ومستنى. أيوة كل الحضانة تبعات الطلاق، كل التفاصيل المتعلقة هو بالأطفال. هو اللي هيعمل كده ولا القانون اللي هيلزمه يا فندم؟ ما أنا بقول عايزين تعديل قانوني بكده. هو حتى الرؤية في حد ذاتها برضه عليها جدل كبير جدا في القانون. الرؤية والاستضافة والحضانة والنفقة ومسكن الحضانة والحقوق الشرعية المترتبة على الطلاق، أنت حضرتك عايز تطلق دي حقوقها. طبعا أكيد كل التفاصيل دي لابد أن يكون في عقد ملحق. الرؤية وده ملف، دي كارثة من الكوارث، دمر أسر وبيوت مصرية، كارثة من الكوارث. وانا دايما بستعير كلمه النائب السابق محمد فؤاد اللي كان بيقول ان الراجل بيروح يشوف ابنه في الرؤيه كانه بيشوف نسناس وبيديله سداني. والسلم اللي بيشكك مع الاحترام، مع الاحترام للسيد يعني، مع الاحترام بايدينه كمحامين يعني، احنا بنلاقي مشاكل كتيره جدا جدا في الرؤيه، مشاكل كتيره. والولد او البنت اللي بيتشافوا دول ممكن امهم تقول لهم ما تسلموش على ابوكوا، ما تاخدوش هدايا من ابوكوا، وفي الولد العكس بيحس بالازعاج او العكس يعني ايا كان يعني. فكره التقاء الاب بولاده في النادي مره كل اسبوع صعبه شويه. خلينا نقول صعبه شويه على الاب وعلى الاولاد. على فكره الرؤيه بشكلها الحالي هي غير انسانيه لكل الاطراف.
للاطفال طبعا، وهم بالنسبه لنا هم اصحاب المصلحه الفضلى. وعلى فكره هم بالظبط، هو احنا كل اللي بنناقش فيه دوت واي تعديلات مقترحه في قانون الاحوال الشخصيه الهدف منها والاولويه الاولى هم الاطفال بالظبط، لانه يعني اللي انفصلوا دول خلاص هم حرين، الطفل بقى بالظبط، لانه في النهايه الاطفال هم مش ملك الاسره، ملك المجتمع، واحنا كلنا لينا مصلحه وطنيه في انه مستقبلنا يكون كويس، وعشان مستقبلنا يكون كويس لابد ان يحملوا اطفال اسوياء اللي هم بعد كده اللي هيشيلوا بلدنا يعني بعد الرؤيه دي. وبالتالي ما هنا استاذ ايمن انا مش مختلفه هي بتقول زي حضرتك، الرؤيه الموجوده دلوقتي غير انسانيه لكل الاطراف لغير الحاضن، قد تكون الام هي غير الحاضنه بالمناسبه، مش لازم يكون الاب، ممكن تكون هي متجوزه، ممكن تكون فقدت الحضانه لاي سبب من الاسباب، لا عارفه تشوف ولادها، ولما بتشوفهم بيحصل نفس اللي حضرتك بتقول عليه، بيبقى في المكان 200 300 طفل مع 200 300 اب و200 300 ام، لما بتحصل خناقه حتى او بيحصل مشكله او مشاده، كل الاطفال بيشوفوا كل المشاكل بتاعه المجتمع مش بس بتاعه ابوهم وامهم، وبالتالي هي حاجه غير انسانيه.